صباح الفل يا ست البنات. صلاح خير؟ ويجي منين الخير وهم واقفين لي في الحاجه اللي نفسي فيها؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ مالك ايه؟ هي مش ليلتي وليلتك؟ لا يا حبيبي، ليلتك انت لوحدك. قبل ما تيجي تتكلم معايا روح لاهلي وخلص معايا. وعهد الله عملت كده، لفيت عليهم نفر نفر. ده انت اخواتك الاثنين جم حاولوا يمنعوني وعملت معاهم البدع، بس شايفينك عاليه عليا. طب ما طبعا لازم يشوفوني عاليه عليك، ولا انت شايف غير كده؟ قطع لساني اللي يقول غير كده يا بنت. ده انت احلى حاجه فيك ان انت عاليه عليا. طيب شوف بقى يا صلاح، اللي بيعوز حاجه وبيطولها بالسهل بيرخصها قدام نفسه وقدام الناس، انما لما الكل يقف قصاده عشان يوصل لها وبرده بيوصل لها، ساعتها بيعرف امتى الحاجه دي كويسه. وعهد الله انا ممكن اقطع الدنيا عشانك، بس اسمعها الاول. عايزاك يا صلاح. عايزاك يا صلاح. بيت امك يا صلاح. بس اثبت لي انك تقدر تعمله، وانا ساعتها هبقى بتاعتك لوحدك، ملكك، محدش هيقدر ياخدني منك تاني ابدا. وبعدين عملت ايه؟ وهعمل ايه؟ اصلك ما تعرفيش ميس لاميا دي، دي قد كده يا خرابي. وبعدين انا ما باخدش معاها مجموعه، ولولا الهديه كانت استقصدت. الهي يقطع عيد الام وسنينه، اللي يخلي النسوان تتحكم في العيال بالشكل ده. وجبتي الفلوس منين؟ خدت من بابا 10 جنيه ونزلت جبت لها طقم كوبايات من عند مصحف. الهي يا ربي تشتش عليها واحد واحد قبل ما تطفح في حاجه البعيده. ايه ده؟ انتي وقفتي اكلي ليه؟ مش احنا قلنا نخلص طبقنا كله عشان يدعي لنا؟ الحمد لله. ممكن بقى تديني اكلم ماما عشان ما تزعقليش؟ وهي في ايه ولا في ايه بس يا هاجر يا حبيبتي؟ مش انا قلت لك انها قالت لي ما اكلمهاش لا هي ولا بابا لغايه ما يخلصوا العزا اللي هم فيه؟ وبعدين في ايه يا هاجر؟ وانت زهقتي من بلايونيا ولا ايه؟ لا والله، ده انا نفسي افضل قاعده معاكي على طول. عارفه يا هاجر، عمري كان نفسي يبقى عندي بنت زيك كده، اربيها في حضني وتكبر قدام عيني لغايه ما تبقى في حلاوتك وشطارتك دي. بس ما حصلش نصيب، لكن ما حدش بياخد كل حاجه. الشغل خدني سنه ورا سنه. افتكرت اني حابه ارتست مشهوره تشاور عليا وتبقى عايزه تتصور معايا. نمت وصحيت لقيت نفسي لوحدي، لا طولت الناس ولا طولت الضنايا.